المعذبون في الأرض، المعذبون في الأرض. هذه الوالدة والوالد نتاع الطالبة الجامعية اللي ماتت حرقا في إقامة ولاد فايت. شوف المعيشة اللي كانت عايشتها المخلوقة. أمها تقول باللي كانت تحلم بسكن. مالا بنتها قالت لها أنا نروح نقرأ ونخدم وندير لك دار. شوف هذيك الدار اللي راهم ساكنين فيها الخلق، من معاناة راحت الإقامة تسخيلها، راحت الإقامة الجامعية كانت تسخيلها باللي راها جنة الله في الأرض. احنا دركو واش نصدقو؟ نحبسو هذا الفيديو ونروحو لصاحبنا هذا صاحبنا المنفوخ، هذا البطبوط، هذا اللي هو مدير ديوان الخدمات الجامعية. هذا المدير، هذا البطبوط، هذا هو المدير. وش يقول؟ الوجبات محترمة جدا، الوجبة الممنوحة للطالب أنا وما نتحصلش عليها في المنزل. عليك لعنة الله الكذاب، عليك لعنة الله. خطراش ما تحشمش، كون جيت تحشم ما تقولش هذا الكلام. انت اللي راك مربع ووجهك منفوخ تاكل في وجبة تاع الطالب. ماينا كاين واحد مثل شعبي يقول الكذب المعلق، الكذب المبلق، القرعة تكسرت والزيت قعد معلق. هذا هو. نصدقوك انت يا مدير الخدمات الجامعية ديوان الخدمات، ولا نصدقو صاحبك انت؟ استنى تشوف صاحبك اللي صرح. هاو وراه انت المدير الفرعي بديوان الخدمات الجامعية. سعر الوجبة الواحدة بالمطاعم الجامعية تقدر ب 160 دينار، 16000. 16000 ما جابتش طبسي تاع دوباره تاع لوبيا ولا دوباره حمص. وهنا نشوف هاي مصوره، هاو طبسي الاقامه الجامعيه، وش فيه؟ لوبيا، ورقه سلطه، هذيك ياورت، والخبز. ها الخبز الكلاب ما تاكلوش. معليش نصدقوك انت ولا نصدقوا الطالبات اللي راهم يتحدثوا؟ لا يوجد سيارة إسعاف، لا يوجد تدفئة، الماء الساخن لا يوجد، الماء البارد لا يوجد، لا توجد سيارة إسعاف، لا يوجد ماء بارد، ما بارد. لا سخون، لا تدفئة، ولا هم يحزنون. هذا هو جانب آخر. نروحوا لهذه. ها هي واحدة أخرى. لا هذه، نروحوا لهذه. هذه أنا عجبتني، قالت لا نناشد بل نطالب بحقوقنا. صحيتي صحيتي صحيتي، هذه تبرد القلب. كاينه واحده اخرى، مستنى نشوف الفيديو نتاعها وراه. المهم كاينه واحده اخرى ثاني قالت باللي القطوط كي نحطو لهم الوجبه يعافوها ما ياكلوهاش في الريستو. بصح باش يجي مدير ديوان الخدمات الجامعيه يبدا يكذب على الناس؟ هذه الطالبه اللي ماتت ربي يرحمها وحرقت، كون هي لاقيه الوجبه اللي راك تقول انت ما نلقاهاش في دارنا. يا الكذاب، انت تقول الوجبه ما نلقاهاش في دارنا، وش حتمها هي تنوض الطيب؟ وش حتمها تنوض الطيب؟ وش رايحه تطيب هذه الطالبه في الغرفه تاعها؟ وش رايحه تطيب؟ طيب البيفتاك، طيب الستاك، طيب المشوي، كثر طيب بيضتين ولا ثلاثه.
كي تكثر الله ينعلك، الله يحرقك إن شاء الله كما حرقت الطالبة الجامعية. هذا ما نقول أنا.